يا معشر كدودا بيدودا بلدغا يا معشر كدودا بيدودا دردارن كي رسول كان دايمو رومينو واجب كان داريا ادي اد اياد اما تنتهين ان داود يال سيده اد كوور قبطان مغالده تورنتو يا غود هان دلكن كندا با ددكا اسلام كا غار هان شعبكا سوماليهد وها اي كو عيدين عيد ان فرحد يا رين رين له مناسبه عيد الفطرغا او كو بيغان ان مانتي او ددكا سوماليهد اي رنتي اوسو بخين دمان غوبيهي اي كو عباديسنين او لوغ توكدي صلاه عيد او ان لو كلا هارين او هلكني ان عرورتي ان ددكي وايلكا ها دلنياردي ددكي او دن اي سوو مرحبايسينين مالينتا عيد haddaba telefishanka qaranka Soomaaliya magaaladiisa Toronto hadaanu nahay waxa aynu in codbaahiyaha la dhaxmarnay in dadka halkan ay ka soo gudbiyaan salaamaha iyo dadka ay ka salaamayaan ayuu ka faa'iideysanaya fursadan weyn oo ay siisay telefishanka qaranka Soomaaliya bismillaah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحن لا يهي تقبل عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تاسو أهم باليدي دادكي وان وناك سنة السحابة ها يا أهل العلم يسوق أهم باليين جرين إن إلهي إنك أقبل سبحانه وتعالى صوم كيني يا صلاة ديني يا قيام كيني يا صدقات كيني إلهي إنك أقبل سبحانه وتعالى وحن نقنه النبي عليه الصلاة والسلام يسوق من بركي سفولة إنو أرني آمين 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 ومر والب النبي عليه الصلاه والسلام وسيدا مركو سيدا يري سحابده كير ان رسولك الله ما دعي رسولك كير صلوات الله السلام عليه وحي من جبريل و هو يري امين ده انا امين بان دحي وها كميد ها سدخدا نبي انه يري صلوات الله السلام عليه قف بشهر رمضان اي اسو غشاي او ان لو دمي دافي نار تو غليا امين ده نبي محمد وها هباري وا جبريل وها امين سنه وا النبي عليه الصلاه والسلام نبي انه يري امين صلوات الله السلام عليه تاو معناه دو يا بشهر رمضان اني تهي بشي دمي دافكا إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم إنه إلهي نود من الله سبحانه وتعالى دنبقي النائي دنبقي والدين تيني مشايخ ذيني أهل العلم يضدكي ومدى إسلام كارمان إنه إلهي نود من الله سبحانه وتعالى وحن الله يهي عيدا عيدا ذي إلهي إنه قرسي سبحانه وتعالى خير يوناك إنه ودن كيني يضدكيني عافمات قبان ولقى عافمات قبوه وحن الله ليوحي مرض أهي حنون ودنبا حنون مغضى يمذن موقعين قلبك حيال جرد قلبك كوينا بدن مر والبابا جرد جركا جرد جركا ولقد ذا لا قفك نختربا الله درا ادي قلنت هوال قلا لكن جرد وحا جرت قفك اولا صعوده جركي سو عافمات قبو لكن اد موديد انو عافمات قبل لكن سن عافمات قبين تاسو جرد قلبك الهي وحنو كبرينا سبحانه وتعالى انو قلبك انو عافيه ومد اسلام بينو نهي ومد كليه انو وذن نهي الهي كليه انو لين نهي نبي كليه انو لين نهي دين كليه انو لين نهي هدان امد الصوماليات نهينا مذهب كليه انو لين نهي واشافعي intaas inagoo wadaagna hadana waxa dhibaato ay tahay wax laga xumaado laga walwalana ay tahay dagaalka iyo dilka iyo dhiga iyo xumaanta maanta wax xumaan la yiraahdo oo aanan dhulkeenii lagu sameeynin ma jirto wax alla caasinimo subhana wa taala aan dadkeena ina sameeynin ma jirto seen u rajeynayna ilaahay inuu noo naxariisto subhana wa taala waxaan ilaahay ka baryeena baasmaayil husna wa sifatihi alula anagoo bishiina soo soonay inuu ilaahay subhana wa taala inaga aqbalo isla markaana dadkeena iyo dalkeena iyo dhamaan ilaahay inuu hagaajiyo subxaana wa taala waxaanan leeyahay dhamaan umada islaamka gaar ahaan umada soomaaliyeed kullu aamin wa antum bi khayr taqabbalallahu minna wa minkum salih al a'maal
كنا عيد عيد وناكسن تنعيدا عيد أيضا إلهي نجارسيو سبحانه وتعالى خير يا وناك إلهي نجارسيو إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري أن ضدك إلهي الرالق كي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى الرالق لي أننا الرالق لنا ينو إلهي مامل كينا نقول ديبو ضدك أننا إنه نقضى ضد إلهي الرالق لي وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكال رمضان كي نوفذ ذي إنان صنه إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري أن رمضان كسو صعد إنو عافمات نو قرسيو إخواني عيد مبارك عيد دي أياس إن شاء الله تعالى وما ننعيدا نمان وحنو هم بليين إنا أمد الصوماليد ميلول بي جوكتنا وحن إلهي أقبري أن عافمات إيو برواق وإلهي وحن أقبري أن ودن كينا نباتده يستينو كسارو gaajada inuu noogu bedelo barwaaqo ilaahay waxaan ka baryaynaa dawlad diinta iyo dalka iyo dadka boron ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu loo keeno dhamaan umado dhamaan salaamaya waxaan salaan khaas ah u diraayaa Khalid bin Walid jaleediisa oo Toronto dadka Toronto ku nool dhan waad salaameena waxaan leena salaam aleekum raxmatullahi wa barakaato waxaan kaloo idin leenahay yaani ciid waa maalin farax laakiin waxaan ka digaynaa in ilaahay la caasiyo subhanahu wa ta'ala adoo sodon bari soo soomana oo ilaahay u hoggaansamay haddaad maalinta ciidda ilaahay caasid bal ka waran yani maarti dad ba maalinta ciidda waxa way salaad dibay ka tagaan quraan akhriskii bay ka tagaan soojeedka hamiinkii bay ka tagaan marka arrinkaas waa ka digeyna ilaahay subxaana wa taala han noqonin abdu ramadaan waxa la yiraahdaa qofka yani ramadaanka caabudo kaliya yani maarti waxan salaan gaar oo khaas u dirayaa dhamaan walaalahay oo dhan oo caalamka ku kala nool muddo aanan is arag haddii dhageysanayaan waxaan leenahay walaalayaal salaanta عيد مبارك بان إذن لنا هاي إلهي نوح عندك بريايا إنه عافمات إيه برواقه إيه إلهي إنه نكل ميو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ضمان امه اسلام كا غارهن امه الصوماليه اي تلفزيون كان افكودا كو هادلو وحان اديريا او ان ليهي عيد وناكسن إلهي سبحانه وتعالى دمانتين هاي نغا أقبلو صوم كيني إيا صلاة ديني إلهي نهي نغا يلو دمانتين كوي نارتي لغا حريي إلهي سبحانه وتعالى حبكم أهينو دمانتين نارتي نغا وضا حريي إلهي سبحانه وتعالى نغا وضا حريي دمانتين نارتي إيدونا سيدي يدبو حويان مالين إلهي اللوغو مهاد نغا سبحانه وتعالى اللوغو مهاد نغا خيركا اللوغو مهاد نغا فضلقين نعمد إلهي نسيه سبحانه وتعالى لكن معنيه ذو ماها إن إلهي أنكو عاسنو oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu ku furtuuro oo ilaahay inoo nimceeyay aynoo naxariistay in aynu dariiqii uu inoo xariiqay waxaan ahayn aynu marro oo aynu halkan ka kudno oo halkan aynu ka heesno oo halkan aynu ka xadgudubno oo halkan aynu ku caasino subhanahu wa ta'ala micnaheedu maaha waxa dad badan oo soomaalidii in ay khalad ka fahmeen ciidda oo ay moodaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala laga go'ayo oo loo dhaqaaqayo معاصي إلهي سبحانه وتعالى لكن تامعنا هذا ماها معنا إيد وحويان إلهي نوغو مهد نقينا إلهي فضلك ينسيي نمعذا ينسيي خيرك ينسيي إنه إلهي مهد نقينا سبحانه وتعالى وإلهي وحان كبري سبحانه وتعالى دمانتين إنه ينغييلو كوي قرته فضلك يا خيرك إيو نمعذا إيد الله هذا لما دك صماليدنا وحان ليه إيد وناكسن هو يدي وحان ليه إيد وناكسن ولا أن الله وحان ليه إيد وناكسن حاسس كي يقوبت كي وحان ليه دمانتين إيد وناكسن ذلك إسلام كان وحان ليه إيد وناكسن إنت يقرن إسلام وحان ليه إيد وناكسن وجزاكم الله خيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيد وناكسن خير بورا كبر بي خير بي دوا خير فينيكس خير سان دييغو صومالي دان ملي جوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيد وناكسن محمود شيخ محمد حسين محمد واجبسة
رير بورا كبا محمد حسين محمد جبسا واي رير بيدوا كل وسلامتين ايد وناكسن ايدن ايد الهي نبتان قرسيو سلام عليكم ودنك الله نور اصلاحيو ودنك الله نور اصلاحيو ودنك الله نور اصلاحيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي ومحدين عبد الله عيو كل اسلام كوحان ليه كل عام وانتو بخير عيد وناكسن بشبش برواق كل عيدة قارهان وحان هل كان ربا انان كسلامه رمان ريرجور ماش جوغان با هدين نقطة يوروب هدين نقطة افريكا امريكا هدين نقطة ودنكي وحان ليه عيد وناكسن وحان هل كان كجعل لها انان رير سني مومن هلولي سلامو رير عبد الله عيو دمان ملي ادونك كجوغان با يوحي رير جوهرة وحي إسلامك الله غير سيو ودنك الله نو إصلاحي ودنك الله نبت قليو كانو ودنك إلهي وحن كبريني إنو ماركتي نوغون حريستو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقهرين هل كان وحان وقسو قدبنا يا همباليو يو عيد مارك رمان أمود المسلمين تاي ملك ساي جوغان قارهان وحان وغدنا سلامها يا داتك الصوماليات ملك ساي جوغان وحان الله إن هاي مارت عيد مارك وحان إلهي ويدي سنينا متقانا إن ودن كيني ونوغد إغنا بدقريو وصند كان سند كوحيغا أنو كوود عيدنا دمان تين دول كيني ودن كيني وقدم بين وحان هل كان مارت عيد مارك وقسو قدبنا يا قودهان داتك مارت إهل كاها قارهان متقانا رير دين وردارة iyo matqana cida reerkayga oo degan matqana qahira marka dhamaantood waxaan leeyahay matqana ciid maarag ilaahay matqana dhamaantaan naga aqbala amaasho wanaagsan aanu bishaan aanu qabanay kuwi ilaahay maaratay oo ka aqbalan allah naga dhigo soomaalina waxaan ugu bareynaa ilaahay weydiinana waxa weeyaan dawlad khair qabta iyo dhibaatada wadanka dheeraatay ee nagu soo noo soo socotay intaas ilaahay inuu naga dulqaado ilaahay noogu naxariisto wadankeeni oo aanu ku wada farxaan ku ciidno sanadkan sanadka ka dambeeya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin. Waxaan u rajaynaynaa ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Waxaan khaasatan ciid wanaagsan u rajaynayaa dadkan soo farabaxay, dadkan farabadan oo banaanka u soo baxay maanta oo u dabaal degahayo ciidda sida wacan oo wanaagsan ee misisaaga ugu dabaal degayaan. Magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Yuusuf Diiriye oo waxaan ku noolahay misisaaga Toronto, deris baan Toronto la nahay Canada. Waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo sanadkan sanadka dambana barwaaqo in ay ku noolaadaan. Walaalayaal, waxaan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay uu u keeno nabad ay ku waaraan ayagoo dhan. وعن خاصة الرجين هي عيد وناكسن ولا شيء بارلين يوسف ديري أو كنول دنغور ينوغال إيو لبدا إويل أو يلالتي أو كنول سويدن عبد الرساق ليبان يوسف ديري إيو سارح يوسف ديري ولا شيء حاو جيني أو كنول جرمالكا حبريرتي فاضم حاج علي أو جوكت غال كعيو عزقوي عبد الله أو جوكت غال كعيو إيو دمان إهلا ديني وعن الرجين هي خير إيا برواقو عيدان عيد ذلك الإله نو غارسيو خير يا برواقو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك إسلام كأوردن ملك استاد شوكتان. عيد مبارك قارهان ومضى الصوماليات ملك استيدوني ذكا شوكان ما أنت عيد مبارك وحن هل كان كسلام يا هو يضي أنا مهد مغن أو كنو الصوماليا خاصة قبل كسول وحن كلا السلام يا أبهي عبد ماهر محمد أو كنو القبل كعين مقالة بو هودلي وحن لي هاي عيد مبارك دمان ومضى الصوماليات وحن كلا السلام خاصة ودريا ولا لضي ملك استيدوني ذكا شوكان حسن عبد ماهر إفراح عبد ماهر شكر عبد ماهر يا دمان تو دوانا هل كان كسو كوبي كرين وحن كلو اديريا اسحابتي دقالقا اي كنول غوبلكا نيروبي وحن لي هي عيد مبارك بكال محمود بوله عبد الولي محمد حسن منيره عبد ماهر يا عرورته ولاشه دشي شكر عبد ماهر دمان تو وحن لي هي عيد مبارك وحن هل كان اديريا سلام قاليا سميره حسن إبراهيم إيو صاحبة دقالقة سمسم محمود أو كنول ودنك تركيقة إيو نجمة محمد إل أو كنول قبل كان نيروبي وحن لي هاي عيد مبارك دمانتين ملكو استوادوني دكا جوكتان سند كان سند كيسا وحن دين رجينا يا برواقة يا خير ودنك إني أون نبضة إيا إنك أون نبضة والسلام عليكم ورحمة الله. ولا المحدين آدم مهاتسنتاي أنا كل مانتا عيد وين
oo magaalada Toronto dadweynaha isku yimid oo laga sheekeyn karin maantadan oo ciida aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo aan leeyahay Soomaali weyn meel kasta adduunka ka joogto ciid wanaagsan farxadan faraxsanahay maanta ilaahay tu og yahay waaye sanad aad iyo aad ma taqaana qayma iyo qaayla ay u egtahay ilaahay sida niyadeen ay jeceshahay ilaaha nooga yeelo waxaan salaamayaa dadweynaha ku nool magaalada Toronto si ay u dhan yihiin cadaalada adduunweynaha meel kasta ay ka joogaan Soomaalida waxaan leeyahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta barwaaqada aan filayno waddankeena inay ka soo yeerto nabadda aan filayno inaan mataqaana aan ilaahay inuu noo yeelo niyadeena se jeceshahay aad iyo aaday Soomaali u dhibaatootay meel kasta adduunka ka joogto dadka hilooga hayaan ka mid ahay oo aan leeyahay mataqaana ilaahay sida niyadeen ay jeceshahay ilaahay nooga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa caashi xuseen cabdalla cali oo ku soo hadlaysa magaalada toronto muslimiinta idil soomaaliweynta idil waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan si gaar ah u salaamayaa walaalahayga walaalkayga maxamed xuseen caruurtiisa joogaan sacuudi carabiya walaashay milyoon xuseen cabdalla joogto sacuudi carabiya gaar ahaan maka walaashay nuurti xuseen cabdalla iyo caruurteeda iyo walaalahayga dhammaan waalidiintayda dhammaan ay joogaan yemen dumaashiyaalkayga iyo ay joogaan muqdisho dumaashadayda dowlaysiida ay joogtaa magaalada degmada ii sheeg adiga gaar ahaan baydhabo waa kasba wada salaamta ilaa nairobi walaalahay joogaan qofta hadlaysa waa caashi xuseen cabdalla waxaa idin leeyahay muslimiinta oo idil meeshaad joogtaan ba ciid wanaagsan ciidan ciideeda ilaahay ha naga gaarsii cimro dheer cibaado leh waddankeenu nabad aan ku laabanay in ilaahay noo kaso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga leeyahay xasan cabdulaahi cumar karate ahna madaxa idaacadda radio ogaal ee magaalada toronto waxaan guud ahaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida meel kasta oo ka joogaan dunida dacalladeeda aan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antu bilkhayr waxaan fursaddan aan u mahadcelinayaa walaalkay muxyiddiin oo tv ga qaranka soomaaliyeed oo isagu jaaliyadda toronto iyo nawaaxigeeda fursaddan siiyey soomaalida meel kasta oo joogto mar labaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan walaalayaal waajib baa ina wada saaran waa maalin ciida waa maalin farxada waa marka loo baahan yahay quluubteennu inay isu wada timaado oo aynu meel ka wada fikirno oo aan danta ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda aan meel ka wada eegno mar labaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin iyo idil ahaantiinba bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ama aan ciid mubaarak leeyahay soomaalida meel walbay joogto gaar ahaan dalka soomaaliya waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyadeyda macaan hooyo waa salaaman tahay aamina hooyo waa salaaman tahay waxaan ku leeyahay ciid mubaarak hooyo aamina cali axmed halkan aan ka salaamayaa waa wiilkaaga axmed cabdiraxmaan cabdallah ku salaamayo insha allah waxaan kaloo salaamayaa walaalahayga maxamed cabdiraxmaan abshir dalays maryan iyo caruurtooda dhammaan waan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo salaamayaa caruurteyda khaasatan nasro aan leeyahay nasro axmed cabdiraxmaan ciid mubaarak iyo hooyadeeda aan leeyahay iyadana ciid mubaarak waxaan kaloo maartacnay salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ciid mubaarak waxaan mahadan aan u mahad celinaynaa telefishinka qaranka SN TV ayagana maartacnay fursadan qaaligeena siiyeen waxaan leeyahay gaar ahaan telefishinka SN TV ciid mubaarak kullu sana wa antum tayyibuun biidni illaahi alkariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ehelkayga meel walba ay joogaan reer guuray kaarshe caruurtayda adeeraday marka waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahayna u gaarsiiyo baraare iyo bashbash iyo caafimaad bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa lahaa yaasiin salaad maxamuud waxaan ku noolahay magaalada kanada waxaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaareynayaa ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr
ودكان إلهي نبدي نكسو عليه فرصة دانو نحن نوقف فائدي سنة وكليتو تلفزيون كخرنك الصوماليات إن أنجارسي سلان ويدي أكونوا المجال ده قال كعيو جوائر عادو مرسمي سلان إيو ولا شيء حليم السلام ده مجال ده مقدس أكونوا أبتياش شيء أردن المعادن ورسمي رأو ورسمي إيو المعادرة ده أردن رشري وحان إن شاء الله سنان قارسينا يا أصحاب المسلمين تردن ملو البيجوغة إلهي إنو نهو قارسي سنة كسو سعودة 2013 إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد وحان لي هلكن عيد مبارك ومد الصومالي وردم وحان وفرشين يا عيد وناكسن أنا مقاعد يا حسن عبد الماهر ودقن مقالة كندا مسيساقا وحان خاصة عيد السلام يا أهل ديدا oo kala joogta wadanka dibadda iyo wadanka Jordan khaasatan waxaan salaamayaa baahi Cabdi Maahir oo jooga Boole qaraabadeeda oo jooga Ceegaag Laascaanood iyo hooyaday Canab Mahadmagan waxaan fursadan uga mahadcelinayaa TV ga National Somali TV oo ayna siiyeen ciid wanaagsan ciid mubaarak umada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa khayr iyo bashbash marka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجو مجاعيك محي الدين حسين لايدها وحن سلام يا دمان تدك ولا الله إسلام كميل البكون نول نبر يقلبيد ميل إسلام كتجوجر دمان وحن له عيد مبارك عيد عيد ده إلهي بش يبرواق ينبث نوجرسيو وحن دمان أمد إسلام كأدعينا إلهي أبريا إنه دبت يرفات كيكوجر أو كسارة جارهان ودن كأكيم من الصومالية inu ilaahay dibta iyo rafaadka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka ka taagan iyo maartaan marxalada mar walba u sii galay dibta ay cidhiidhiga inu ilaahay ka saaro oo ugu bedelo maartaan dowlad cadaalad ah oo maartaan dadka nabad iyo walaaltinimo iyo maartaan wax wada qaybsi wanaagsan oo cid walba ay ku qanaacdo maartaan dowladdaasi oo maartaan hadda imka doorashadeeda ay soo dhowdahay taas waxaan ka bareynaa inu ilaahay dowlad fiican oo wixii wadanka hadda ka hor soo mar jiray ee rafaadka iyo dibtii ka saarta damaan umada islaamka aan u wada duceynaya gaar ahaan wadankan ka soo jeeda ee Soomaaliya aan u duceynaya umada islaamka aan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciida ciideeda khayr iyo barwaaqo ilaahay noo gaarsiyo waxaan xagan gaar ahaan uga salaamayaa dadkii walaalaha qaraabadeeda ha hooyadeed ahayd walaalahayd yaan damaan xagan ka wada salaamayaa hooyada aaminaan ka salaamayaa walaashay fihiima nimco saacadiya khadra walaalkay Cabdi Naasir walaalkay Maxamed dhamaantood haday wada maqlayaan ay arkayaan waxaan rajaynayaa inay arkayaan insha Allah ta'ala dhamaantii waxaan leeyahay ciid mubaarak عيدا عيدا أنا خير يا برواقية بش بش لهين هو جارسيا وحمارتنا شعرت إذا ما تأندرين يا فرحد يا وناق يا مارتنا رين رين وعيدا مارتنا ما تهدا يعني أن مارتنا كل عيد يوم ضد الإسلام كي ولا لا يا عاد بنو قف رح سنة هاي إحنا إن شاء الله تعالى يوم ضد الإسلام كان أود عينا يا إنه صدى خير كقبطة إلى هاي نوافت يا مرور أعماش إني بشر رمضان نكب إحنا إلى هاي إنه سبحانه وتعالى نجا أقبله كويسي وذ عبادنا إنه الله سبحانه وتعالى نجده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان مسلمين تملك استوي جوعان قارهان أمة الصوماليات وحن إلهي وقبريان وديبك يرفعتك إلهي كساره وحن وهرين سلام يا لبدي إذا والد ويا ذا عنا ما هذا مجن يا أبا عبد الماهر محمد وكل جوعة لا سعانو ديبوه له وحن مرلبات سلام يا ودي حسين عبد الله مرس الدحاض وحن سلام يا عرور تيدا oo kala ah ayaan Xuseen Cabdullaahi Jaamac Xuseen Cabdullaahi Saadam Xuseen Cabdullaahi iyo Suheyb Xuseen Cabdullaahi waxaan kala salaamayaa wiilashaan habeerta oo ahay Cabdiwali Maxamed Xasan iyo Cabdi Qani Maxamed Xasan waxaan kala salaamayaa Muniira Cabdi Maahir waxaan kala salaamayaa walaalahay meel kasto ay adduunka joogan Ifraax Cabdi Maahir Xasan Cabdi Maahir ayaan Cabdi Maahir iyo dhamaan arurta walaalada meel kasto ay joogan waxaan kala salaamayaa arurta aniyadada oo ahay gaar ahaan Xamse waxaan kala salaamayaa Samira waxaan kala salaamayaa Maxamed waxaan kala salaamayaa Yasiin iyo dhamaan waxaan kala salaamayaa Dumaashida iyo Xabiibo Cabdi Maxamuud waxaan kala salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan iyo dhamaan waxa magacayga garanayo oo dhan assalaamu alaykum wa rahmatullahi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Abdulqadir Maxamed Cali yaan yuro oo ah baad kana tirsan bahweynta degan magaalada Toronto waxaan idin rajaynayaa ciid wanaagsan kull caam wa antum bixir ilaahay maaragtay sanadkan sanadkiisa nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeedna maslaxadeeda tii garata allah ka dhigo oo isu qalbi furnaato oo ilaahay isu soo dhaweeyo
oo dawlad ma aragtay danteeda wada oo isu keenta oo ma aragtay dariiqii ay ka leexatay ku soo celisa oo isku soo ururaysay Ilaahay inuu noo kaso oo sanadkan dambana aan ku ciidno wadanka gudhiisa waa mahadsantihiin qeyr Ilaahay idin siiyo ciid wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان لا عيد مبارك ميل كاستو لا جوغو وحان لا اسلام كورن مسلمين ترون اني كو عيدان عيدان عيد برواقه وحان لا يرا مغعي حاشي الشيخ صالح وحان جوغا حدا مابل اردوده هورتو وحان انتاس شيغا يا ان حافظ او ايدل اي مانتا عيدان وانا عيدان وين اي مانتا كو عيدايان وحان هلكان كسلاما يا رير شيخ صالح اودان يري وين وحان هلكان كسلاما يا رير حاج علي اودان يري وين مانتا وحان ليا كو عيدا ميل كستو اجوكتان waxaa muuqda in maartii aad arki doontaan maartii qof walba sida uu dareemayo dareemkiisa halkaan aniga halkaan waxaan ka sheegaa dareemka ciidda aan u qabo maanta waxaan fursad u helay Soomaali TV inaan ka sheego aan ku ciideysto maanta alxamdulillaah maanta waxaan rajaynayaa maartii qof walba inuu ciiddaas oo kale sidaas oo kale fursad u helo oo u hadlo bismillaahir rahmaanir rahiim anoo liibaan shariif nuur waxaan deganahay magaalada Toronto aad iyo aad u maasantahay muxdiin fursadan qaaliga aan siisay oo aan ku bixino fikradeeni marka aad iyo aad u mahadsantahay muxdiino reer Toronto hadaan nahay marka waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta meel walba adduunka joogta qaar ahaan Soomaaliya wadanka iyo dadka dibadda degan marka waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli aam wa antum bikhair mar labaad muxdiin jaamac aad iyo aad u maasantahay fursadan qaaliga oo Toronto u keentay anagana aad iyo aad u faraxsanahay inaan ma aragtay barnaamijkan ee habka u wadid anagoo jaaliyada Toronto ah marka waxaan leeyahay mar labaad ciid mubaarak muslimiinta kulli meel walba joogan kulli caam wa antum bikhair iyo Soomaalida dhan meel walba joogan qaas ahaan salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Muuse ada bahweynta Soomaaliyeed ciid wanaagsan aan anoo ku hadlaya magaca jaaliyada Toronto degan waxaan u hambalyeynayaa dadweynaha Soomaaliyeed ciid wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Maymuun Cali Maxamuud halkan waxaan ka salaamayaa caruurtayda iyo maxaan ku iraadaa walaalahay oo Yurub iyo kala jooga Mareykanka khaas ahaan gaalkac iyo maamooyinkii oo jooga iyo walaalahay kale baan gaar ahaan halkan ka salaamayaa caalam islaam oo dhan waa salaamayaa soomaali weyn waa salaamayaa maanta oo ciid noo tahay baan halkan ka salaamayaa aniga oo jooga magaalada Mississauga Kanada kamid ah halkan ayaan ka salaamayaa salaan khaas ah soomaali ayaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan soomaali weynay insha allah biidnillaahi kariim soomaali nabad allah nooga dhiga dalka balaayada iyo cuqdada allah naga saaro دولتنا الله نو ادكيو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغعيغه waxa la yiraahdaa xabiib abd mahmud waxaan ku noolahay magaalada mississauga ee dalka canada ontario عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك dhamaan umada islaamka ah meel kasta ee adduunka ku nool yihiin qaasatan umada soomaaliyeed meel walba joogan waxaan halkan oga diraya عيد wanaagsan walaalkay ahmed abd mahmud يوسف عبد المحمود يا عبد القادر وكسوغن صوماليا ولالهي كلا محمود محمد ويغانا دالك انجريس كجوغا هو يدي عنب مهد مغان ويدانا جوغتا مغالا دا لاسعانو بهي عبد الماهر ويسيغانا جوغا مغالا دا بو هودلا إيدا ماان أصحاب تيدي إيو قرابة ديدي وحان إلهي كبر يايا إن أمد صوماليا دو دحدو دا نبت راكتا كردigo wadankeena ilaahay ma aragtay inuu dhibaatooyinka haysto Soomaalida ay raagta ka saaro ciid mubaarak aan waxaan also halkan ka salaamayaa asxaabteyda reer Mississauga ciid mubaarak salaam aleekum salaam aleekum magacaydu waxa la dhahaa Roble waxaan deganahay magaalada Toronto ciid wanaagsan Soomaali meel kasta degan tahay I hope Ramadaankeena la aqbalo kulligeena marka especially my family Sweden ya salaamaya ciid wanaagsan Assalamu alaikum everybody, Eid Mubarak to everybody.
all the brothers and sisters all over the place. I would like to wish you Eid Mubarak. I hope your Ramadan was good for you guys and it wasn't that hard. I'd like to say Eid Mubarak to all my friends all over the world, especially the Somalis, inshallah. I hope everything is okay with you guys and the family. Assalamu alaikum, Eid Mubarak. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتنا وسلامتين. أنا وكو هلا يا مجاعي ونور جاس عبد الله كونا كنا من هالجالية كنا المجال ده تورنتو وحاين ولنا هاي عيد ونكسن كل سنة وان طيب كل عام وانتم بخير وحان يدنا جينا يا عيد يعني عيد هذا خلا إلهي إنه نوجارسيو برواقه يبش بش إن شاء الله نتمنى لكم حياة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وما صدق محدين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullahi Omar. I live in Canada. Shout out to my family in Dubai, Abdul Khani Ibrahim, and my friend Abdullahi in Egypt. And Eid Mubarak to all the Somalis in the world. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi wa mahad iskaleh kina aburtay muha kongrna chochi. Isaga mahad gara iskaleh. أنيقو مقاعي قال لي لهذا عبد الله دل مرجوليد أوتشو قال مقالة قال لي لهذا تورنتو كندا حافظ قال لي لهذا ميبل أبيو أو كوميونتي بدن أو هلك شو قانو نهاي وحنو سلامينا أمسود ويننا عيد مانتا أمدا سوماليدا oo joogto arliga joogta ama koonka taagan oo islaamka ah oo ciidaysa waxaan leenahay ciid wanaagsan nabad ku ciida barwaaqo ku ciida waxaan kala oo iyagana salaan u diraya dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dawladaha Soomaalida oo dhan ee muddo dhan hada leelayay inay nabad geliyo iyo barwaaqo iyo ciid wanaagsan ku ciidaan oo ay ilaahay ka soo hadeeyo wixii hore ee muxuu ahaa ay gaaray islaamnimadoodan ay ku soo dhaqdaan intaas aan ku soo dhaweynayaa dadka ehelka ay maqlayaan waxa la ciid wanaagsan wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalaamu aleekum. Waxaa la dhahaa Cumar Cabdi, Toronto deganahay. Waxaa rabaa in la dhaho ciid wanaagsan qof kasta wadanka degan qof kasta meel kasta degan Soomaaliya. Waxaa rabaa inaan dhaho ciid wanaagsan qof kasta building kan degan 49 Mabel kan degan ama City. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Cabdiweli Yuusuf Maahir oo degan magaalada Toronto ee waddanka Canada, waxaan halkan ka salaamayaa dadka islaamka, khaasatan Soomaalida oo nahay dad islaama. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مركور ريسا وحاكلو سيقارة وسلام يا والد كي وشوغة بوهول يوسف ماهير يا فاضم محمد شامع إذن الدقن يا فاميل كوردان يا وحي أصحابة يا قرابة يا إهلة عبد الشيد يا فاميل كيسا عبد الله يا فاميل كيسا يا حسن يا فاميل كيسا آذي آدمان السلام يا حسن أحمد فرح داهر يو شرف آد بني وسلامية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. My name is Ahmed Asoble. I'm welcome you guys here from Mabel. And I just wanted to wish you guys a happy Eid. Hopefully if any of my family in Somalia see this, السلام عليكم. Eid Mubarak. وانكو سلامة يا. السلام عليكم وعبد الهاب محمد. Eid وناكسن دسك سومالي ودونك جوغان. فرصدنا وحنك السلامة السلام ياري خوي معان يا خمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. I'm saying salam to my family in London, brothers and sisters, إن شاء الله, and family in Somalia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Nurdin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعد يروح لي هذا عبد القادر هذا فرح وحن كنا الله مقال هذا تورنتو ودن كندا. waxaan u rajaynayaa muslimiinta meel kasta ay ku nooshahay ciid wanaagsan taqabbal allahu minna wa minkum gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogaanba ilaahay waxaan ka baryayaa wixii aan sameynay acmaashii aan sameynay bisha ramadaan inuu naga aqbalo ramadaanka ramadaankiisa kalena barwaaqo iyo bashbash nagu gaarsiiyo ilaahay waxaan u rajaynayaa soomaalida meel kasta ay joogaanba inuu dalkoodii ayagoo nabada ku celiyo dalkeennina uu nabad nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa in
وشرفتني يمن مدني إنو سعليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وحالي راها عبد الله محمد عيد وناكسن. I have an opportunity right now to salam everybody, every Somali in the world celebrating Eid. And inshallah, I want you guys in Alba, inshallah. Yeah, Toronto and Joga, Eid wanaagsan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Anigo ah Mohamed Iman, kunol degmada Toronto. Waxaan Eid wanaagsan leenahay qof kasto muslim ah dalka gudihiisa iyo dibadiisa meel kasta joogan. Waxaan Ilaahay ugu baryeynaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo in ay ku wada noolaadaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Ibrahim, the son of my dad Hassan Ibrahim, and I will recite some ayahs of the Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. أنا جو أهم حدين جامع تلفيش كقارن كصوماليا تورنتو. جامع شركة دعوة دا إيدو دبل دا جامع شركة دعوة دا Dawada, he dawda baldaga.